وللحديث عن القمة الإسلامية التي اختتمت في مكة معنا من بيروت الباحث السياسي اللبناني وائل نجم. أهلا ومرحبا بك أستاذ وائل. بداية، كيف ترون القمة الإسلامية بدورتها 14 للقمة الإسلامية التي انعقدت في مكة المكرمة ومدى تأثيرها على الواقع العربي والإسلامي المتوتر؟ تحية لك ولقامات الرافدين أولا. طبعا هذه القمة التي انعقدت هي انعقدت في ظروف استثنائية، في ظروف للأسف على المستوى العربي والإسلامي ظروف صعبة في حالة من الانقسام، في حالة من الضياع العربي والإسلامي وحتى الخليجي. ثلاث قمم في مكة المكرمة، القمة الخليجية والقمة العربية والقمة الإسلامية، جاءت في ظروف العالم الإسلامي ليس متماسكا، ليس أمام تحديات كبيرة جدا. أنا بتقديري القمة الأخيرة تحت عنوان الأزمات التي يواجهها العالم الإسلامي، وكما مر في التقرير الذي عرضته قبل قليل، معظم القمم الإسلامية التي حدثت كان الأساس فيها والعنوان الأساس فيها هو موقف فلسطين. اليوم نحن الأمة الإسلامية والمسلمين أمام تحدي أساسي هو الحديث الذي يجري عن صفقة القرن لتفصيل القضية الفلسطينية. ربما هذه الأزمة الأساسية التي ينبغي أن ينصب عليها الجهد والتفكير والتركيز. لا أرى أن القمة الإسلامية الحالية التي انعقدت في مكة ركزت بشكل كافي على هذا الموضوع. هذا كان ينبغي أن يكون العنوان الأساسي في الطروحات التي يجب أن تناقش وأن يتم العمل من أجل إسقاط وإفشال هذه الصفقة. للأسف الشديد هذا لم يحصل، بل أكثر هناك البعض من الدول المتهمة على الأقل بالتمهيد وبالاشتراك في إتمام صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا شيء للأسف مخزي لا عربيا ولا إسلاميا. نحن نتذكر الشهر الجاري، نهاية الشهر الجاري ب 25 حزيران، نعم، بنما ستستضيف مؤتمرا تحت عنوان السلام من أجل الازدهار، وشوهر هذا المؤتمر وتأمين الفرص المالية والأموال الطائلة من أجل تنمية أمور الفلسطينيين في دول الأطراف، مصر وسوريا والأراضي المحتلة في السورية. كل ذلك هو السلام الاقتصادي لأجل كجزء من تصفية القضية الفلسطينية. للأسف الشديد القمة اليوم كان ينبغي أن تركز وأن يكون هناك شيء واضح برفض صفقة القرن وبرفض تصفية القضية الفلسطينية والتشديد على دعم القضية الفلسطينية فعلا لا قولا فقط. أستاذ وائل، البيان الختامي للقمة أكد على التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، لكن هل هناك خطوات فعلية على الأرض ممكن أن تسهم في المحافظة على القدس ومواجهة تصعيد الاحتلال الصهيوني ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية المتحيز مع الاحتلال؟ سيدي، هو على مستوى البيان الرسمي الذي نعم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس، هذا الشيء في البيان الرسمي للقمة ورد وحصل، ولكن في الممارسة العملية وفي يعني لماذا ذهب إلى مؤتمر المنامة في 25 حزيران تحت عنوان السلام من أجل الازدهار، وهو سيقدم وسيوفر فرص وإمكانيات مالية تحت عنوان طب. من جهة أخرى، وزير الخارجية السعودي يؤكد أن قمم مكة الثلاثة وجهت رسالة واضحة وهي رسالة إدانة لإيران. كيف سينعكس هذا على ممارسات النظام الإيراني والتوتر الذي يسببه في المنطقة؟ لا أظن أن هذه سيكون لها أي تأثير على سلوك إيران في المنطقة. سلوك إيران في المنطقة ربما تغير في الفترة الأخيرة ولو قليلا من خلال التهديدات الأمريكية التي حصلت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نحن رأينا بأول مرة ربما محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني يعرض بشكل
واضح وعلني وصريح أن يدخل مع الدول الخليجية تحديدا في حوار من أجل استقرار المنطقة. نفس مرة إيرانيين يطرحون إقامة نوع من التفاهم في المنطقة يقرار فيها. ربما الضغوط الأمريكية أثرت في هذا الموضوع، أما القمة والموقف من هذا الشيء لا أظن أن إيران تقيم وزنا لهذا الموضوع، لأن للأسف الشديد لأن التحديات في هذا الموضوع أو ما يصدر في هذا الموضوع عن هذا السفر لا يجد طريقه إلى الترجمة الفعلية على أرض الواقع. نعم، كان معنا من بيروت الباحث السياسي اللبناني والنجم، شكرا جزيلا لك.